اكيد مكفين باقي فقراتنا ضمن صباحنا غير. وصلنا لمساحتنا الطبيه واليوم يلي رح نتجول فيها ضمن عوالم الطبيعه الام وخيرات الارض، ونتعرف على اهم الاعشاب المستخدمه بعلاج تشنجات الكولون والالتهابات المعويه مع دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. لا تكون اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. بالبدايه يمكن بالفتره الاخيره بتقلبات الطقس وايضا يمكن خلال صوم رمضان كثير من التشنجات المعويه بتصيب الشخص، اليوم شو اهم المراحل والخطوات اللي لازم يبلش فيها الشخص يدخلها لحياته ولنظامه الغذائي من اعشاب لحتى يكون في وقايه لهالامراض؟ الحقيقه سؤال مهم جدا، ونحن اليوم برمضان يعني جزء كبير من الناس نتيجه اختلاف البرنامج الغذائي لهم، فتره الصيام الطويله، استخدام بعض السوائل البارده، كلهم بيأثر في انه بيكون في عنا في حاله من ما نسميه نحن اضطرابات الهضميه او شعبيا بيقولوا تلبك معوي، اللي هو بيكون في عنا نحن مشكله هضميه ما. هلا ممكن تكون كذا مشكله، يعني نحن تتظاهر معنا باعراض مختلفه بس كلها مرتبطه بالهضم. فمثلا على سبيل المثال موضوع تشنجات الكولون هي حاله ممكن يكون الشخص سابقا كانت معه ومستمره بتكون برمضان، وخاصه مع السيدات يعني بنسميه نحن متلازمه الامعاء الهيوجه الاي بي اس. هدول الاشخاص بتلاقيهم بعد الاكل بيعانوا من مشاكل تشنجيه يعني عاليه المستوى لمنطقه الكولون، وبالتالي بتلاقيهم دائما في عندهم يعني اختلاطات، حتى يعني بظهر الام ثانيه مرات يشعروها بانه هي يعني متلازمه او مترافقه مع موضوع الكولون. نحن بنقول دائما هدول الاشخاص لازم ياخذوا من الاعشاب ما هو له دور مهدئ. يعني نحن هون عم نحكي عن حشيشه القلب، عم نحكي عن حشيشه الدينار، عم نحكي عن استخدام اليانسون، عم نحكي عن استخدام المردكوش. يعني مثلا على سبيل المثال هي الاعشاب مثلا المردكوش نحن من النباتات المفيده جدا اللي ممكن نحن نستخدمها في تخفيف هالمشاكل التشنجيه المرتبطه ب خلينا نقول اما سوء الهضم او مرتبطه بحالات تشنجيه معويه. طبعا وهي اكثر امانا خلينا نقول من استخدام المركبات الكيميائيه هون، لانه بتكون ما في لها حاله من الاعتياد. كمان عندنا الخزامه، خزامه مفيد جدا جدا سواء استنشاق الشذى العطري تبعه او استخدامه بشكل منقوع، طبعا بدون ما نغلي نحن الخزامه ما يتعرض للحراره لانه هو فيه زيوت عطريه، وزيوت عطريه مفيده جدا نحن يجب ان نحافظ عليها. ومعروف الخزامه او اللافندر انه من المركبات اللي بتعطي تهدئه للجسم بشكل كثير ممتاز، وبالتالي ممكن استخدامها لاكثر من استخدام يعني طبعا له كثير من الاستخدامات، وبيساعدنا حتى بموضوع الاشخاص اللي ما عم بيقدروا يوصلوا للنوم بشكل امن. يعني طبعا نحن عفوا دكتور، يعني هي الاعشاب ممكن الواحد يتناولها حتى اذا ما كان عنده تشنج، يعني هي لازم تكون من اليوميات تبعتنا فينا؟ انا بقول دائما لازم يكون في عندنا ركن اخضر في البيت. يعني لازم يكون في عندنا ركن اخضر، مجموعه من النباتات اللي ممكن نحن نستخدمها. الغرض من استخدام هذه النباتات هو مرات بيكون وقايه مو علاج. يعني نحن حتى الاشخاص اللي بتتوقعوا انه يصير عندهم تشنجات ما فيه ياخذ بهالمرحله هي ادويه كيميائيه. نحن اليوم عم نحكي دائما عن حالات هضميه، اسرع شيء من الاعشاب، دائما الاعشاب هي اسرع ما يمكن في الوصول للنتيجه الهضميه، لانه هي مركبات تأثير عم بيكون مباشر من خلال الزيوت العطريه الموجوده، وخاصه انه معظم الحالات الهضميه عم تكون مرتبطه اما بتشنجات او بحاله نفخه وغازات، او فيما بعد نحكي موضوع الانتانات اللي هو ممكن يكون في عنا صار في اصابات جرثوميه او فطريه او غيره او تسمم غذائي. فنحن بلشنا نحن بموضوع التشنجي، ونحن قلنا انه موضوع التشنجي نحن فينا نستخدم العشبتين. معروف دائما نحن استخدام مركبات مثل النعنع، مثل الزعتر البري، هي المركبات مطهره معويه وبتساعدنا، ورح نحكي بعد شوي طبعا على اهميه استخدام المركبات التي تحتوي على المنتول والتيمول اللي هي الزعتر والنعنع في علاج هذه المشاكل بقتل الجراثيم، وبنفس الوقت هي يعني تعتبر مطهر معوي وتخفف من السبب المسبب لهذه المشكله. طبعا من الامور المهمه جدا نحن واللي معروفه ومستخدمه في مطبخنا كثير هو ورق الغار، واللي هو ورق الغار السوري اللي موجود نحن عندنا بشكلات بكميات كبيره وما بيخلى منه كل بيت. يعني تمام هو اجمالا نحن بنستخدمه، ست البيت عاده تستخدم ورق الغار لتحافظ على اثناء مثلا يعني سلق الفروج او غيره لتتخلص من المركبات اللي نحن بنقول عليها الزنخه او المركبات اللي ممكن تكون يعني تعطينا تخرب الخلايا، فهو مضاد للاكسده، ممكن استخدامه كمطهر معوي ايضا لما له من فعاليه باستخدامه في هذا المجال. طبعا نحن بننتقل للمواضيع اللي علاقه بموضوع يعني لعيه المعده، الاقياء، مشاكل الهضم المرتبطه بالرد
اللي هو بيصير في عندنا نحن قلس ما نسميه نحن عود يعني المحلول اللي موجود ضمن المعدة باتجاه المري، وهذا اللي بيشعرنا نحن بنوع من أنواع الحموضة. خلينا نقول بهالحموضة عادة نحن بنحتاج لتخفيف الحموضة. هلا ما ننصح نحن به عادة انه نحن اول شيء نخفف من يعني الاكلات اللي بتكون دسمه، لانه هي بتزيد يعني المشكله كثيرا. وبنفس الوقت نقول نحن دائما مفيد جدا استخدام مركبات اللي هي بتعطينا شعور بالراحه بالمعده، مثل الزنجبيل. الزنجبيل مهم جدا، هو النعنع بيعطينا راحه للمعده وبيخفف من حاله ما نسميه نحن الدوار او ما نسميه نحن اللي هو الاحساس بالاقياء او مثلا يعني المشاكل الهضميه المرتبطه بذلك. وحقيقه الزنجبيل يعني هو المشروبات اللي حتى يعني اذا بدنا نطلع نحن مثلا باوروبا، اذا حدا بده يطلع بيخت وبده يضمنوا انه ما يصير في عنده دوار بحر، بيستخدموا الزنجبيل مع النعنع بشكل ميكس، فبيعطي نتائج مهمه جدا. اولا فيما يتعلق بموضوع تخفيف حاله التشنج المعده وتخفيف الرد اللي ممكن يكون في عنا، حتى للي بيعانوا من جداً مشاكل معده، يعني انه ممكن هو بيعمل حرقه بيقولوا الزنجبيل احيانا حسب طريقه التحضير. نحن اليوم لما عم نحكي عن موضوع تحضير الزنجبيل، نحن عم نحكي عن انه نحن نقدر ناخده مع نعنع بطريقه مغلي، وهذا يعني بيعطينا تاثير كثير مهم في تخفيف حاله مثل الدوار او الاقياء او الغثيان. خلينا نقول اللي هو الغثيان اللي ممكن يشعر فيه الشخص اثناء بعد الصيام طويل، ممكن مجموعه من الاطعمه اللي اخذها صار في عنده نوع من يعني خلط بين مجموعه من الاطعمه وصار في عنده حاجه لانه يتقيا، فاستخدامه لهذا المركب بيساعده بشكل كثير. نعم دكتور، بس نحن بنحب نذكر كل مشاهدينا اللي عنده اي استفسار وحابب يتواصل مع الدكتور بموضوع استخدام الاعشاب، فيكم تتواصلوا معنا على الرقم الظاهر على الشاشه. دكتور يعني مثل ما ذكرت يمكن في طريقه استخدام وتناول هالاعشاب كثير مهم. الشخص يلي حابب يكون في عنده وقايه وبيعاني اوقات من بعض المشاكل الهضميه وتشنجات المعويه، كيف يفترض يتناول هالاعشاب الصبح؟ يمكن في بعض الاعشاب عري ام قبل الطعام ام بعد الطعام؟ نحن بشكل عام خارج رمضان يعني نحن في اعشاب ممكن نستخدمها كاعشاب منشطه الهضم بشكل جيد، يعني بعد الوجبات الطعاميه يكون في عندنا مشكله. في اعشاب هي مرممه للغشاء المخاطي للمعده وبتساعدنا من نخفف نحن من حاله التقرحات اللي ممكن تصيب البعض. نحن اليوم نعرف مثلا على سبيل المثال العرقسوس. العرقسوس من المركبات التي ترمم، اذا في شخص عم بيعاني من قرحه هي مرممه للغلاف يعني المخاطي، بالاضافه لاستخدام الختميه بيساعدنا ايضا بتخفيف من حالات الاصابه بالقرحه او التقرحات اللي ممكن تكون على سبيل المعده المعوي. ايضا هناك بعض الاعشاب بنستخدمها نحن اللي هي بدل الخمائر الهاضمه، اللي هي بتساعدنا بشكل ايجابي في تجاوز موضوع الهضم، بتساعدنا في موضوع يعني اكسده الدهون وكيفيه التخلص من حالات النفخه والغازات. وفي عنا كثير اعشاب بهذا الاتجاه، يعني وخاصه ما يتعلق بموضوع خلينا نقول نحن النفخه وتطبل البطني اللي هو ممكن يكون مترافق مع بعض البقوليات وبعض المركبات المولدة للغاز. رح نحكي عن موضوع النفخة والأعشاب المفيدة لإلها، ولكن معنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. ألو صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا، تفضلي دكتور عم يسمعك. معك سلام، تفضلي. يا هلا فيكي. لو سمحتي بدي أسأل دكتور بالنسبة للزنجبيل، هلا متوفر بالأسواق هو كمادة بودرة ومجفف والفريش الأخضر، فمعنى شيء نوضح بس انه اي واحد ممكن يكون استخدامه افضل واسرع كحارق للشحوم مثلا اذا استخدمناه ببرامج تخفيف، واذا في له اي سلبيات. تمام، مع الشكر الجزيل. شكرا لك. طبعا اول شيء بالنسبه للزنجبيل طبعا متوفر، كل الاعشاب متوفره بالشكل يعني الطبيعي اللي نحن بنشوفه وباشكال ممكن تكون صيدلانيه. طبعا نحن الناس اللي عندها مشكله بالاستخدام الاسهل انه يستخدموه بشكل كبسول اللي هو شكل صيدلاني متوفر بالصيدليات او بشكل خلاصه. بحياتنا اليوميه نحن ممكن نستخدمه بشكل الاخضر، نحن منه بنستخدمه بشكل دائم. طبعا كميه الاخضر بيكون تركيزها اقل من المجفف والمطحون، لذلك ننتبه نحن هون لموضوع الجرعه، وهذا اللي بيخلي البعض اذا استخدموا الزنجبيل المطحون طبعا لازم يقللوا من الكميه، لانه الزنجبيل الاخضر تاثيراته اقل من يعني الجانبيه اقل من المطحون، نتيجه انه هو بيكون جرعته اقل. ونتيجة نحن اليوم لما بينطحن وبتكثف وبتنشال الرطوبة منه
بيصير لازم نهتم بموضوع الجرعة تماما مثل القرفة. نحن اليوم لما بنستخدم القرفة بشكل مطحون ناعم جدا بيكون تأثيراتها، لازم ننتبه للكمية المستخدمة، بينما ناخد عود قرفة بيكون تركيزه أقل من المسحوق اللي نحن بي. لذلك نحن دائما بننبه انه نحن استخدام مركبات الصيدلانية اللي هي موجودة ومفحوصة أكثر أمانة من استخدام مركبات اللي ممكن تكون معرضة للهواء وما أنا محفوظة بشكل صحيح. الأمر الآخر لما نستخدم الأخضر جيد جدا أو بكميات معتدلة نستخدم الزنجبيل المطحون. نعم. تمام. بالنسبة لموضوع يعني النفخة والغازات، نحن نرجع لنقطة كتير مهمة، كل الأصناف اللي نحن معروفة بمجتمعنا الشامي، الكراوية، الكمون، اليانسون، الشمرة، اللي هي موجودة في مطبخنا بشكل دائم وهي يعني مستخدمة كثيرا، بتساعد الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل هضمية مرتبطة بزيادة الغازات أو بالنفخة، والحقيقة نتائج مهمة جدا نحن، وبنعرف دائما نحن استخدام هذه المركبات اللي هي تحتوي على زيوت عطرية وهي من فصيلة نحن نسميها الخيمية، بتساعدنا طبعا ضمن استخدام فيها ريحة عطرية أو شذا عطري، لازم ما تتحضر بغلي. إذا غلينا المي مع العشبة ما بنحصل على الفائدة المطلوبة بالمركبات العطرية الموجودة، لازم نغلي المي بعدين نسقط الأعشاب ونغطيها 10 دقائق ومن ثم نستخدمها وهي فيها زيت العطري اللي موجود، وإلا ما نستفيد منها. وأنا بفضل دائما نحن نعمل ميكس من الشمرة والكراوية والكمون واليانسون لنحصل على فعالية أكبر فيما يتعلق بمشاكل الهضمية، ومفيدة جدا بعد الطعام للأشخاص اللي عم بيعانوا حقيقة من مشاكل هضمية بشكل دائم، وبيخففوا حتى موضوع يعني الرد المريئي. نعم. بيخففوا حتى ما يكون في عندنا احنا مشاكل هضمية مرتبطة بسوء هضم لما بيكون في عندنا غازات ضمن المعدة، فبيرتبط هذا الموضوع بأنه بيصير عندنا سوء هضم. منتمم الموضوع بأنه احنا بحاجة لخروج منتظم، لما بيكون في عندنا غازات بتكون القصة مهمة جدا. الأشخاص اللي يعانوا مشاكل تخمة وعندهم مشكلة بموضوع الخروج، لذلك كتير مهم استخدام البسيليوم. البسيليوم من المركبات الآمنة جدا واللي بتعطي نتائج مهمة للأشخاص اللي عم بيعانوا من يعني مشاكل في تفريغ المستقيم. أول شيء بتساعد على تفريغ المستقيم بأوقات مهمة، وبالتالي بصير في عندنا تواتر بهذا الموضوع. الأشخاص اللي عم بيعانوا من هذه المشكلة بنضل في عندهم مشكلة، بصير في عندهم في انتظام بيولوجي بالخروج، والميزة إنه ما بيأثر على حركة الأمعاء، لأنه نحن عنا مثلاً السنمكي والعشرة مثل ما حكينا مرة بأنه هن جيدين كملين قوي، ولكن هذه المشكلة إنه مرتبط ب حركة الأمعاء وبالتالي حيعمل مغص. أما هو ما في عنا أي تأثير على حركة الأمعاء، وإنما هو فقط بيزيد الكتلة البرازية وبالتالي بسهل طرحها بشكل إيجابي. والميزة كمان بهذا المركب هو غريب بأنه ممكن نفسه يعالج الإسهال. كيف بيعالج الإسهال؟ نحن الإسهال المائي اللي ما في معه إنتان جرثومي بيكون هو مشكلة الشخص أنه ما عم بتكون عنا كتلة برازية، هو نتيجة وجود هذه المركبات اللي خلينا نقول اللي هي مثل الألياف، يشكل كتلة برازية وبالتالي بصير الخروج بقل كمية الماء اللي ناتج، وبالتالي الأشخاص اللي عم بيعانوا من إسهال مائي وليس مخاطي وليس مرتبط بإنتان بيستفيدوا كتير على استخدامه، بينتظم الهضم عندهم بشكل جيد. أما الإسهال الإنتاني اللي هو مخاطي أو ذو رائحة أو يكون في مشكلته صافي عنا مثل ما قلتي بالبداية تسمم غذائي أو أي حالة من الحالات. هلأ بالنسبة لأنواع التسمم، نحن في عنا أهم نبات في العالم اللي هو مضاد للتسممات اللي هو القرص عني. القرص عني يعتبر من النباتات التي تستخدم كمضاد للسموم لأنه بتضمص السم وبالتالي بتساعد على طرحه بشكل إيجابي، وهذا أمر كتير مهم ولا زال العلماء تدرس كيفية استخدام هذا المركب كترياق، لأنه مركبات التي تساعدنا بتخفيف حالة التسمم ومتوفر بمجتمعاتنا بعدة مناطق. القرص عني. الأمر الآخر اللي ممكن نحن نستخدمه لما بيكون في عنا حالة إنتان، بدنا شيء يقتل الجراثيم، والميزة في المركبات الطبيعية قياساً مع المركبات الكيميائية بأنه هي ما بتأثر على الجسم السليم وما بتأثر أيضاً على الفلورا المعوية الطبيعية من الجراثيم المفيدة. هناك جراثيم بالجسم مفيدة وهذه الجراثيم تعتبر صديقة. الزيوت العطرية اللي نحن نستخدمها لها تأثير على المركبات يعني خلينا نقول الغريبة عن الجسم واللي هي ممكن تكون جراثيم تصيب الطرق الهضمية، وبالتالي هذا بيساعدنا بأنه نحن نخفف من حالة الإنتان تماما من خلال الزيوت العطرية. كتير دراسات عملت بجامعة دمشق وبالجامعات السورية على زيوت عطرية لنباتات سورية
تساعد في قتل الجراثيم، وبصراحة هي أيضا تساعد بالتغلب على حالة مقاومة الجراثيم للصادات الحيوية. نعم. وهي نقطة مهمة جدا نحن ممكن نستخدمها. نعم. بالمجمل بالمحصلة نحن هي الأعشاب اللي نحن ذكرناها هي أعشاب سورية. اليوم نحن أمر مهم وهي نصيحة مهمة جدا، ما لازم نحن يعني يصير في عنا خلال شهر رمضان هالزيادة المفرطة في الوزن أو يصير في عنا مشكلة هضمية. لازم نحن نعتمد رمضان كفترة لتنظيف أو ما نسميه صيانة الكبد، وهذا الكلام بأوروبا بيعتمدوا أنه في عندهم فترة من الصيام فترة طويلة بتكون مستمرة للحفاظ على صحة الجسم وصيانة الكبد. ونحن منقول خلينا نستفيد فرصة بهذا الشهر الكريم بأنه نحن يعني نعمل هالحالة صيانة للكبد، ما يكون هو فترة سلبية. وجاي العيد ننتبه نحن بأنه نحن ما بفترة خلال اليوم الأول يكون في نهم شديد جدا للسكريات، رح تكون نتائج كارثية على الهضم وعلى الوزن في آن معا. نعم. دكتور حكينا عن تشنجات الكولون والأعشاب اللي بتناسبها، وأيضا عن النفخة وكثير مواضيع. دكتور في كمان بعض الأشخاص بيعانوا من تصلب يمكن الأقنية الصفراوية، اليوم كمان كثير بهمهم يعرفوا شو هي الأعشاب المناسبة لهم. هلا مشاكل الصفراء دائما نحن بنقول هي مشاكل تحتاج الى يعني متابعه طبيه حثيثه، لانه لما بتكون المراره محصات في يعني حصوات في المراره، هناك مشكله باستخدام بعض يعني المركبات التي قد تسبب نتيجه تفريغ هذه الحصيات ونقلها، ممكن تسبب انسداد وبالتالي تعمل مشكله. لذلك نحن بنقول انه هذا لازم متابعه طبيه. ولكن من النباتات المستخدمه عاده نحن، واهم نبات هو موضوع الهندبه البريه، ونحن يعني موجود بحياتنا بشكل جيد، وهي بيجي بشكل مر يتم تحليته اثناء يعني ممكن استخدامه بالسلطات. مهم جدا مهم جدا جدا يستخلص منه اليوم اهم مركبات التي تستخدم في هذا الاتجاه. والحقيقه هذا النبات نبات ايضا خلينا نقول له فائده للكبد في صيانه الكبد. لذلك ممكن نحن لذلك دائما نقول له نحن خلي طبق السلطه الاخضر الورقي يكون متنوع. نحن عندنا كثير انواع، يعني ما دائما نحن نروح باتجاه سلطات معينه مستمره، لا لازم نحن يكون في تنوع. في عندنا البقله، في عندنا الرشاد، في عندنا الهندبه البريه، هي المركبات لازم تكون موجوده ولو لمره واحده كل اسبوع، مفيده جدا بانه نحن بنعمل حاله صيانه. وانا برجع بقول القرص عنا له دور مهم جدا بهذا الاتجاه، ايضا نبات سحري القرص عنا وموجود، لازم بموسمه نحن نكثر من استخدامه في هذا الاتجاه، لانه بيساعدني بشكل ايجابي على تنقيه الكبد بشكل جيد واعادته لعمله الطبيعي بعد فترات. ممكن يكون نحن مثل الموبايل، نحن بيصير فيه يعني كثره برامج بدنا نرجع نعمل له اعاده فرمته، نفس الشيء جسم نحن الكبد بحاجه ل نحن نرجع نعيد صيانته بشكل دائم من خلال هذه المركبات. وطبعا ما لا يمكن صيانته بمركبات كيميائيه، لانه فتره الصيانه لازم ما نستخدم اي ادويه كيميائيه، وحتى سيتامول الباراسيتامول ممكن اذا نحن استخدمناه ياثر على الكبد، وبالتالي نحن فترة الصيانة هي فترة لا نستخدم فيها الدواء إلا اللي عنده أدوية مزمنة. نحن عم نحكي الشخص الطبيعي بيعمل فترة من يعني حيوية ونشاط الكبد، بيستخدم مجموعة من هذه الأعشاب ويقوم بصيانة الكبد في فترة رمضان بشكل جيد. نعم. كمان نحن عم نستقبل اتصالات معنا. فادي من اللاذقية، قالوا صباح الخير. فادي صباح الخير، كيفك؟ يا أهلا وسهلا فيك، شو بتحب تسأل دكتور شادي؟ أنا مصاب حرب، طلق ناري في البطن، خياطة أمعاء، حاجب حاجز، خياطة صلبي ملتحمي، سطح بطن ثاني انسداد أمعاء. ما في سؤال مرة ثانية. الطبيب بشان آخذ أدوية. ممكن ترجع تعيد السؤال من بعد إذنك؟ في طلق ناري في البطن، خياطة أمعاء. نعم، خياطة أمعاء. خياطة صلبي ملتحمي، فتح بطن ثاني انسداد أمعاء. طيب شو السؤال؟ يعني نحن اليوم خياطة انه انا متعرض، لانه دكتور انا متعرض لالام ومتعرض كل شيء 10 ايام 15 يوم كمان كنت تعرضت لبدايه انسداد. هلا نحن ما استطعت يعني في المؤازره، طبعا علاجك انت عاده بيكون جراحي كيميائي، ما استطعت في المؤازره بالنباتات مثل ما قلنا اليانسون الكمون الكراويه لا تخفف من حالة الألم، ممكن استخدام حشيشة القلب وحشيشة الدينار بشكل متراكم. يعني شايلي لي نصها معي. لا نحن عم نحكي لما بتقدر تاخذ أنت، يعني اليوم عمليا هذا الموضوع فمتابعته بتكون جراحية طبية. طيب دكتور ما بيأثر علي، ما بيأثر على معي هيك مواد إذا أخذتها؟ إذا سمح لك الطبيب باستخدام مركبات طبيعية فأفضل ما أنت تستخدم الشاي أو القهوة
لازم تستخدم هذا المركب اللي هو مركب طبيعي ويساعد في تخفيف المشاكل الهضمية. شكرا لك فادي. يعني دكتور في كثير من الأمراض مثل ما ذكرناها هلأ يمكن بكمان فترة الصيف وبصير كثير من التسممات الغذائية، شو اللي يعني بتنصح كل الأشخاص أنه اليوم يتناولوا أعشاب غير يمكن اللي نحن متعودين عليها؟ دايما كل يوم بنقول أنه الزورات والبابونج والنعناع هذا المتعارف عليه ضمن المنزل. خلينا نوضح نقطة مهمة جدا، موضوع حفظ الأغذية، يعني نحن هو واحدة من الأشياء اللي عم نعاني منها موضوع حفظ الأغذية السيء اللي هو عم يترتب عليه نحن أنه عم يصير في عنا إصابات هضمية معينة، ويعني بنشوف حالنا عندنا دائما مشاكل هضمية. دائما بنقول نحن حفظ الأغذية بحاجة إلى يعني استخدام بعض المركبات الحافظة الطبيعية، بالإضافة إنه نحن نستخدم هذه المركبات اللي نحن هي بتحتوي على مواد حافظة، على سبيل المثال إكليل الجبل، على سبيل المثال المليسة، هذه المركبات العطرة، نبات العطرة، هذه المركبات ممكن استخدامها نحن وتساعدنا بالتخلص من حالات الانتانات الهضمية المرافقة. دكتور كمان معنا اتصال هاتفي، ألو صباح الخير. ألو أهلا صباح الخير. صباح الخير. تفضل دكتور شادي معك. بحياتك شلون نقدر نتواصل مع الدكتور شادي؟ في عنا مرض قلب وهيك، كيف نقدر نتواصل معه بعد البرنامج يعني؟ تحت الهواء تحت الهواء. تمام. الزملاء بالكنترول هلا بيساعدوك لحتى تتواصل مع الدكتور. شكرا. شكرا شكرا لك. دكتور يعني اليوم أغنيت صباحنا دائما بمواضيع كثير مهمه واعشاب وركن اخضر لازم يكون دائما موجود حقيقة ببيتنا. أنا مثل ما بتذكر موضوع الركن الاخضر بالبيت، نحن مثل ما عندنا صيدليه وللاسف نحن في عندنا مشكله صيدليه الكيميائيه، انا بقول كل بيت اذا بيرجع بيطلع على التواريخ انتاج وانتهاء هذه المركبات الدوائيه اللي عم نحفظها بنلاقي جزء منها انتهى كثير. فنحن اليوم الاكثر امانا استخدام الركن الاخضر، بعض الأدوية الإسعافية الضرورية ضروري وجودها في البيت وبعض الأدوية المزمنة، أما ما تبقى من أمور يجب أن نعتمد ثقافة استخدام النباتات الطبية في العلاج. والحقيقة اليوم أهم يعني مراكز الأبحاث العالمية بدأت تعود إلى النباتات وإلى استنباط تمام لاستنباط هذه الأدوية، وبالتالي هذا الركن الأخضر يعني أمر أساسي وضروري يكون موجود نحن معنا. نشكر وجودك معنا لليوم دكتور، ونتمنى من كل الأشخاص أنه يستفيدوا من خيرات البلد لأنه هي كمان هذا الركن موجود وأعشاب كلها سورية. شكرا كثير لك دكتور. شكرا, شكرا كثير دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. شكرا.